تحية تربوية للجميع، وتحية تربوية للجميع كلهم بصفتي واسمه. أنا سأتطرق لثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى المداخل الأربعة لتنزيل المخطط الوطني، وأيضا تنزيل المخطط الجهوي والإقليمي، وهي أربع مداخل أساسية اللي هو العرض التربوي، النموذج البيداغوجي، الحكمة، وأيضا التعبئة المجتمعية. والندوة ديال اليوم هي أول خطوة في بداية التعبئة المجتمعية لجميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. أيضا تنزيل هذا المخطط الإقليمي يبدأ بضمان ممارسات صفية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدءا بالتعليم الأولي ومرورا بجميع الأسلاك، ووصولا لما لا إلى تعليم عالي دامج، وأيضا مسارات مهنية دامجة. النقطة الثانية سأتوجه بكلامي لسي مصطفى، تحية تربوية. سي مصطفى، لكم تجربة رائدة في المجال ديال التشخيص وديال الديبيستاج وديال يعني رصد الحالات ديال الأطفال في وضعية إعاقة، ومن هذا المنبر أناشدكم بنقل تجربتكم، وألا تبقى منحصرة فقط المؤسسات الخاصة بإقليم القصر بدائرة القصر الكبير، ونقلها أيضا في تنسيق تام مع الجمعيات العاملة أيضا بدائرة العرائش. وهذا الكلام تم نعطيه بناء على الإحصائيات، لأن في آخر سنة دراسية كان فيها السادس امتحان ديال السادس اللي هي ما قبل السنة الماضية، فربما العدد الكامل ديال التلامذ اللي استفادوا من التكييف ديال الامتحانات كانوا من دائرة القصر الكبير، وزاروا حالة في دائرة ديال العرائش. حنا تعرفوا أن المؤسسات هنا أيضا في دائرة العرائش فيها واحد المجموعة ديال الأشخاص. والتوجه ديالي لكم هو بفعل أنكم واحد الفاعل أساسي في تنزيل المخطط الإقليمي وعبره المخطط الجهوي والمعظم. كلمة توجه آخر لمديري المؤسسات التعليمية. مدير المؤسسات التعليمية تقومون بدور كبير وأساسي في جميع المشاريع، وبما فيهم مشروع ديال التربية الدامجة، وأن تنزيل المخطط ديال التربية الدامجة يبدأ بمشروع مؤسسة دامج. فتا شي حاجة في القانون تمنع المدير ديال المؤسسة ديال أنه يبدأ بفضاء دامج. تنهضروا على مشروع مؤسسة دامج، خاص الفضاء يكون دامج. فلا يعقل أن مؤسسات وأغلب المؤسسات ما تكونش فيها الولوجيات. إذا الولوجيات هي واحد المؤشر بسيط جدا على أن مشروع المؤسسة هل هو دامج أو لا، وليس بالضرورة تكون عندنا حالة ديال التلامذ اللي عندهم في وضعية إعاقة. فمن الممكن أن المؤسسة يجيوها زوار اللي هما في وضعية ديال الإعاقة وخصهم يستافدوا من الولوجيات ديال المؤسسة.